تعرض توماس تورخيل مدرب البايرن ميونخ ضربة كبيرة يوم الجمعة لافتقاد أحد نجومه خلال الأشهر المقبلة. وأعلن العملاق البافاري عبر الموقع الرسمي إصابة بونسار بتمزق رابطي صليبي بالرابط الأيسر أثناء التدريب. ويخضع المدافع السنغالي صاحب 31 عاما لعملية جراحية يوم الجمعة وسوف يغيب عن الملاعب خلال الأشهر المقبلة. وشارك صار في 25 مباراة رفقة البايرن في جميع المسابقات هذا الموسم، وصنع هدفا واحدا في منافسات كأس ألمانيا. ويحتل البايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة والفارق نقطتين عن بايرن ليفركوزن المتصدر. ويستعد العملاق البافاري لاستقبال بورد برلين على ملعب إف أرينا غدا السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني. هذا هو نهاية هذا الفيديو. نرجوكم هذا الفيديو والضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.